وأتمنى أن يكون أن تكون منا طائفة يحبون العلم للعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم هي المحاضرة 21 في سلسلة محاضراتنا عن تاريخ الأدب الإنجليزي، وهي المحاضرة الثانية عن العصر الفيكتوري Victorian Age. في المحاضرة الماضية تحدثنا عن العصر إجمالا كمقدمة سريعة، وقلنا إنه كان عصر تناقضات، ولخصنا هذه التناقضات في تناقضات أربع: تناقض الأخلاقيات، أن الملكة فيكتوريا كانت مثالا للعفة والشرف والنزاهة والأخلاق والاستقامة، وكان الشعب عكس ذلك، كانت تدار في أوكار الدعارة والمخدرات والقمار وما إلى ذلك. التناقض الثاني هو تناقض الفيث، الإيمان، أن في ذلك العصر في 1859 كتب تشارلز داروين كتابه The Origin of Species، فيعني قدم نظريته عن النشوء والارتقاء، طبعا يعني مناقضا لنظرية الخلق، فحدث كونفليكت وصراع وتناقض وانتقادات حادة من الكنيسة، فأصبح المجتمع يعني منقسما قسمين: قسم يؤيد الكنيسة والدين ونظرية الخلق، وقسم آخر يؤيد تشارلز داروين ونظرية النشوء والارتقاء. التناقض الثالث هو تناقض الإمبريالية، إن هؤلاء الكتاب يعني الذين كانوا يتحدثون عن الحرية والديمقراطية وحرية الإنسان وحقوق الإنسان، وجدوا أنفسهم متورطين في حضارة تعتمد وتقوم بشكل أساسي على الإمبريالية. والقرن التاسع عشر كان اللي هو القرن الذهبي، العصر الذهبي للإمبريالية البريطانية، وتوسعت فيه الإمبراطورية البريطانية أيما توسع، وأصبح يطلق عليها الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس. فكانوا بعضهم انتقد هذه الإمبريالية، والبعض الآخر بررها، وضربت أمثلة في الحلقة الماضية، المحاضرة الماضية. التناقض الرابع هو تناقض حقوق المرأة، أن الملكة فيكتوريا نفسها رغم أنها امرأة لكنها كانت تعارض استصدار قانون يعطي للمرأة حق الامتلاك والتصرف في ممتلكاتها، ولكن هذا القانون أصدر أخيرا في سبعينيات القرن التاسع عشر. فهذه التناقضات الأربع وغيرها يعني تظهر مدى حجم التناقضات التي كان العصر الفيكتوري عليها. وقلنا إن مقدمة A Tale of Two Cities لتشارلز ديكنز هي أصدق مقدمة تصف هذا العصر، وقلنا أيضا إن عنوان رواية جين أوستن Sense and Sensibility، رغم إن الرواية لا تتحدث عن العصر الفيكتوري، ولكنها وإنما مكتوبة وتصور الريجنسي إيرا اللي من 1811 إلى 1820، ولكنها كأنها أيضا تتحدث عن العصر الذي تلاها، والذي بدأ في 1832 من الناحية الأدبية، ولكن من الناحية السياسية بدأ في 1837 مع اعتلاء الملكة فيكتوريا العرش، وحكمت من 1837 ل 1901، وهي من مواليد 1819، يعني حكمت وهي عندها 18 عاما، لأن الملكة عند وفاته لم يكن هناك ولد، يعني رجل يكون وليا للعهد ويعتلي العرش من بعده، فهي اضطرت للحكم، وتزوجت ابن عمها ألبرت ومات، وأنجبت منه 9 أطفال، وهو مات في 1861، وعاشت على ذكراه 40 سنة لا تخلع السواد. ولهذا كان الشعب الإنجليزي ينظر إليها على أنها مثال للعفة والنزاهة والاستقامة والوفاء وكل هذا.
وروايات تشارلز ديكنز يعني عبرت عن المجتمع الإنجليزي في تلك الفترة أصدق تعبير. ونقدر نقسم العصر الفيكتوري إلى ثلاثة أقسام من الناحية الأدبية. القسم الأول بيبدأ من 1832، وهذا هذه هي السنة التي مات فيها سير سكوت، والتر سكوت، سير والتر سكوت، مؤسس الرواية التاريخية، لأن بموته يعني الحركة الرومانتيكية انتهت، على الرغم من أن ساوثي مات في 1843 كان أمير الشعراء، وويليام ويرثورث أصبح أمير الشعراء بعدها حتى وفاته في 1850، ولكن كانت كتابته مقلة جدا. فالحركة الرومانتيكية فعليا يعني انتهت في 1832 مع موت سير والتر سكوت. فالعصر الفيكتوري بدأ في 1832، دي الفترة الأولى التي امتدت ل 1848، والفترة الثانية من 1848 ل 1870، والفترة الثالثة من 1870 ل 1901 نهاية العصر الفيكتوري. الفترة الأولى كانت فترة أيضا صراعات اجتماعية واقتصادية وبطالة بسبب الثورة الصناعية، وكان في مظاهرات واضطرابات، ولكن الملك يعني أصدر بعض القرارات التي خففت من هذه الأزمة الاقتصادية. فكانت هذه الفترة فترة ركود في كل شيء، فترة صراعات اجتماعية وركود اقتصادي. الفترة التي امتدت من 1832 بداية العصر الفيكتوري من ناحية الأدبية، بداية الأدب الفيكتوري خلينا نقول، حتى 1848. بداية من 1848 كانت الطبقة الوسطى الميدل كلاس بدأت انتعشت، والطبقة البرجوازية يعني انتعشت. فكانت هذه بداية الفترة الذهبية للعصر الفيكتوري، والتي شهدت رواج الرواية الإنجليزية بشكل لم يحدث من قبل. فنجد في هذا العصر جمع كثير من العمالقة، يعني على سبيل المثال تشارلز ديكنز. طبعا تشارلز ديكنز يعني هو يعني كبير الأدباء والروائيين الإنجليز، ولد في 1812 وتوفي في 1870، وأيضا ويليام ميكبيس ثاكري ولد في 1811 وتوفي في 1863، وأيضا نجد الأخوات برونتي ثلاثة، تشارلوت 1816 ل 1855، وإيميلي أختها الأصغر منها 1818 ل 1848، وآن الصغرى 1820 ل 1849. فنجد أن كلهم يعني ماتوا في الفترة مع بدايات هذه الفترة الذهبية، ورواياتهم نشرت مع بدايات هذه الفترة الذهبية اللي هي 1848. وأيضا لا نغفل روائية أخرى عملاقة، جورج إليوت، اللي ولدت في 1819 وتوفيت في 1880، فهي عاشت 10 سنوات بعد انتهاء هذه الفترة الذهبية، والتي انتهت مع موت تشارلز ديكنز. فتشارلز ديكنز كان أشهر روائي، وثاكري الثاني وراه على طول، يعتبر الثاني أشهر روائي. ثاكري مات في 1863، في 70 بقى كانت نهاية هذه الفترة الذهبية رسميا بموت تشارلز ديكنز. وكان ظل على الساحة بقى جورج إليوت 10 سنوات حتى توفيت في 1880، وبعد ذلك بدأت موجات الحداثة، ودخلنا بقى في القرن العشرين مع موجات الحداثة العديدة وظهور فيرجينيا وولف على رأس النساء الكاتبات. يعني هذه الفترة في 1848 أيضا ظهرت مدرسة شعرية، كان الشعر أيضا على أشده يعني. والنهاردة سنتحدث عن الشعر، وفي تلك في عام 1848 تحديدا ظهرت جماعة شعرية تسمى بري رافائيلايت بوتري، هي جماعة فنية في الأساس اسمها بري رافائيلايت براذرهود، ولكن الفنانين بتوعها كانوا
تابعين لها كانوا أيضا يكتبون الشعر، وكانوا يدعون إلى الشعر البسيط والفن البسيط البيور السيمبل. وإن شاء الله المحاضرة القادمة سنخصصها للحديث عن هذه المدرسة الشعرية والمدرسة الفنية، ونتخذ شاعرا منهم روزيتي كمثال لهذه المدرسة، لأنه يعد هو مؤسس هذه المدرسة. إنما النهاردة سنركز على ثلاثة شعراء: ألفريد تينيسون هو أصبح أمير الشعراء بعد وفاة ويليام وولدسورث في 1850، فأصبح ألفريد تينيسون هو أمير شعراء إنجلترا في ذلك العام. وسنتحدث أيضا عن روبرت براونينج، هو ثاني أشهر وثاني أكبر شاعر في العصر الفيكتوري. روبرت براونينج حتى يعني احنا بنقول ثاني أشهر شاعر، ولكنه كان على نفس شهرة ألفريد تينيسون، على نفس الشهرة ونفس الجودة في الشعر، يعني من وجهة نظر لا يقل عنه أبدا والشاعر الثالث هو شاعر وأيضا كاتب نثر، وتحدثت عنه في محاضرة الأمس، ألا وهو ماثيو. فسنركز على هؤلاء الشعراء الثلاثة. الشعراء الفيكتوريين بشكل عام كلهم تأثروا بالشعراء السابقين عليهم، اللي هي الحركة الرومانتيكية، شعراء الحركة الرومانتيكية كلهم تأثروا بهم لأنهم نشأوا يقرؤونهم ويقرأوا شعرهم، ولكنهم في الكتابة اختلفوا عنهم تماما واتخذوا خطا مغايرا، خطا مختلفا. ولذلك نجد في الكتابة لما نقرأ مثلا ألفريد تينيسون نجد وروبرت براونينج، نجد أن هناك اختلافا كبيرا من ناحية الأسلوب ومن ناحية المواضيع ومن ناحية الفكر ومن ناحية التوجه، مختلفين تماما عن شعراء الحركة الرومانتيكية الذين سبقوهم. ممكن نبدأ دلوقتي الحديث عن ألفريد تينيسون. ألفريد تينيسون ولد في 1809 وتوفي في 1892، في القرن التاسع عشر. وزي ما قلنا هو تأثر بالشعراء الرومانتيكيين من قبله، ولكنه لم يتبعهم اتباعا أعمى. في عام 1830 و1832 بدأ ينشر أشعاره. أول ديوان اسمه Poems Chiefly Lyrical، قصائد في الأساس غنائية، بشكل أساس غنائية. والمجموعة الثانية أيضا اسمها Poems. ونلاحظ أن في الوقت ده لما كانوا بينشروا أشعارهم مجموعات كتيرة كانوا بيصدروها تحت اسم Poems، قصائد فقط. فالقصائد بتاعت تينيسون في تلك الفترة كانت وفيما بعد أيضا كانت قصائد تتسم بالحزن. ليه بقى؟ لأنه هو والده كان عنده اكتئاب حاد، وهذا الاكتئاب الحاد ورثه كل أولاده. الوحيد اللي قدر أنه يسيطر على هذا الاكتئاب الشديد والحزن الشديد هو ألفريد تينيسون من بين إخوانه وأخواته فإنما نستشعره في قصائده، فنستشعر في قصائده نبرة حزن تكون غالبة على القصيدة. وفي بقى حاجة أيضا ساعدت في وأظهرت هذا الحزن بشكل زائد، ألا وهو وفاة صديقه الأعز وصديقه الأقرب له آرثر. توفي وهو عنده 22 سنة، فوفاة صديقه العزيز عليه أثرت بشكل هذه الحادثة أثرت بشكل كبير على تينيسون، وصبغت شعره بحزن شديد. وله قصيدة طويلة نشرت باسم In Memoriam، كتبها في، ومش هي القصيدة الوحيدة دي كتاب ديوان شعر بهذا العنوان In Memoriam، تخليدا وأحياء لذكرى صديقه. وفي عدة قصائد بقى رثى فيها صديقه المتوفى هذا.
اللي كان اسمه آرثر. يعني وفي الحقيقة يعني سواء تينيسون أو براونينج الاثنين يعني كانوا أكبر شاعرين في ذلك الوقت، وحتى الآن ما زال الاثنين دول خاصة ما زال شعرهما يقرأ. ويعني أنا عندي على الأقل 7 أو 8 أنثولوجيس مختارات للشعر، على الأقل 7 أو 8 كتب مختلفة. تقريبا ما فيش كتاب لا يخلو من هذين الشاعرين. وشعرهم يعني أنا في وجهة نظري يعني أنا أفضله على شعراء الرومانتيكية، أفضل قراءته على قراءة، يعني هم أجد أنهما أجادة في صنعة الشعر وفي صياغة القصيدة وفي عمق القصيدة بشكل أكبر من شعراء الرومانتيكية. أيضا شيء آخر تميز به شعراء العصر الفيكتوري خاصة هذين الشاعرين هو ما يسمى دراماتيك مونولوج. دراماتيك مونولوج، المونولوج اللي هو الصوت الأحادي، الحوار الأحادي البطل القصة أو بطل القصيدة بيتحدث، فالشاعر بيتحدث على لسانه هو نفسه أو على لسان البطل اللي في القصيدة، وبيكون يكون حديثا أحاديا. فهذا الحديث الدرامي الأحادي الصوت، يعني ما بيخاطبش حد وحد يرد عليه، مش ديالوج، لا ده مونولوج. هذه التقنية في الكتابة أعطت للشاعر حرية كبيرة في التعبير عن أفكاره والتعبير عن مشاعره، وأيضا ومناقشة خبايا الإنسان وبعض المشاكل الاجتماعية في عصرهما. والذي أبدع في هذا بشكل كبير جدا هو روبرت براونينج، وسنتحدث عن أهم قصيدة له النهاردة إن شاء الله. من القصائد الحزينة جدا لتينيسون يعني قصيدة يوليسيس اللي هو يوليسيس الشخصية اليونانية المعروفة اللي بعد حرب طروادة، يعني تاه في ضل طريقه في البحار والجزر حتى عاد أخيرا إلى زوجته بعد مرور 20 سنة من خروجه من سبارتا. في عام 1847 نشر مجموعة شعرية بعنوان The Princess الأميرة، وفي عام 1850 العام بقى اللي أصبح فيه أمير الشعراء نشر القصيدة اللي هي In Memoriam، يعني في ذكرى فلان الفلان، في ذكرى يعني للذكرى. والقصيدة ديت بقى هي تعد يعني أفضل أعماله، رغم أن وفي دايما لأنها طويلة، لأنها يعني كتاب يعني، فديوان شعر قائما بذاته في قصائد كثيرة. كتب الديوان ده على مدى 16 عاما، وكان بيمر بضائقة مالية شديدة، ولكن مع نجاح هذا الكتاب هذا الديوان الشعر يعني، وبعد أن أصبح أمير الشعراء يعني هذه الضائقة المالية يعني حلت وانتهت، واستطاع الزواج من حبيبته التي يعني في قصة حب بينهما لسنوات وسنوات، ولكنه لم يستطع الزواج بها بسبب ضائقته المالية، وهي إيميلي سيلوود. من أهم أعمال ألفريد تينيسون ديوان شعر بعنوان Idylls of the King. Idylls of the King هو عبارة عن ديوان شعر مكون من 12 قصيدة يكمل بعضها بعضا. أول قصيدة في هذا الديوان قصيدة بعنوان موت دارثر. موت بمعنى موت، يعني موت آرثر. موت آرثر وكتبها بعد وفاة صديقه، وكتبها في 1833 بعد وفاة صديقه، ولكن القصيدة لم تنشر إلا عام 1842، وبدأ يكتب سلسلة من القصائد، قصائد حزينة طبعا عن موت صديقي.
حتى نشرت جمعت كل هذه القصائد في ديوان Idols of the King، ولكن الكينج المقصود به هنا هو الكينج آرثر زي ما قلت، الملك الأسطوري الذي نسكت حوله الأساطير. والديوان كله نشر في 1885، فأول قصيدة في الديوان نشرت في 1842، ومع انتهاء قصائد الديوان الاثنتي عشر نشر الديوان كله في عام 1885. وفي الديوان يعني في هذه القصيدة خصيصا Idols of the King بيتحدث عن الملك آرثر ولقائه بزوجته المستقبلية الملكة جوينيفير، وعن خيانتها له، عن خيانة هذه الملكة جوينيفير له، خيانتها مع لانسلوت، وكيف أن هذه الخيانة عجلت بموت الملك آرثر وعجلت بسقوط مملكته. فكأن القصيدة فيها تحذير من تينيسون للشعب الإنجليزي بأن الخيانة مغبتها وخيمة على الدولة ككل وعلى المملكة ككل. ولكن على الرغم من نبرة الحزن الشديدة التي تسود قصائد الديوان، إلا أن تينيسون لم ينسى واجبه ومسؤوليته كمرب وكمعلم، لأنه الديوان نشر في 1885، وهو كان أمير الشعراء بدءا من 1850، فكان يشعر بمسؤولية تجاه القارئ الإنجليزي، فلم يرضى أن تكون القصائد يعني مغرقة في الحزن والتشاؤم، فأنهى القصائد هذه القصيدة خصيصا بنبرة أمل وتفاؤل، يعني حتى مع موت الملك آرثر، فبينهي القصيدة بهذا ببيت بيقول And the new sun rose bringing the new year، وظهرت أشرقت شمس جديدة جالبة معها العام الجديد، مبشرة بالعام الجديد. الديوان الآخر الذي نقدمه هو ديوان In Memoriam، وهو يعد يعني تقريبا أشهر عمل له، وكتبه بدأ في كتابته عام 1833 ونشر في 1850، وهو ديوان رثاء لصديقه الذي فقده وهو شاب، يعني اسمه آرثر هنري هالام. آرثر هنري هالام، القصائد الديوان عبارة عن استنزات، كل استنزة كل فقرة مكونة من أربع أسطر أربع أبيات، وكل بيت مكون أكتوسيلابيك، every line is أكتوسيلابيك line، يعني كل بيت مكون من ثمان سيلابلز، ثمان مقاطع، يعني تترامتا بمعنى آخر، يعني بلغة أخرى يعني تترامتا يعني أربع تفعيلات، يعني ثمان مقاطع لو التفعيلة ثنائية المقطع. القصائد رثائية ولكنها لم تكن قصائد رثائية تقليدية، يعني القصيدة الرثائية التقليدية بتمر بثلاث مراحل، يعني قصيدة الرثاء لابد أن يكون فيها ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هي شعور الشاعر بالحزن الشديد بعد سماعه لخبر محزن، فقدانه لعزيز على سبيل المثال. الخطوة الثانية تعوده على هذا الحزن. الخطوة الثالثة، المرحلة الثالثة والأخيرة، هو خروجه من هذا الحزن وأنه بيبدأ يعيش حياته بشكل طبيعي. ولكن تينيسون كتب مرثيات هذه بعمق بشكل عميق وبعمق أكبر من القصائد الرثائية العادية، فكان يعني فيها مديتيشن وفيها تأمل للحياة الروحانية في العصر الفيكتوري، واستخدم المواسم للتعبير، تغير المواسم للتعبير عن حالته النفسية. يعني في كل كريسماس كان بيتحدث عن حالة شعورية معينة، في ثلاث كريسماس وراء بعض عبر فيهم عن الثلاث خطوات اللي أنا ذكرتهم دول: الحزن الشديد في البداية بعد سماع الخبر المحزن، بعد كده تعوده على هذا الحزن أصبح شيئا رئيسيا في حياته،
والخطوة الثالثة هو خروجه من هذه الحالة الحزينة وبدايته للحياة مرة أخرى بشيء من الأمل. يعني ميلاد الأمل عنده بيأتي مع ميلاد الربيع. وفي القصيدة دي أيضا نجد أنه بيطرح بعض الشكوك حول الحياة ما بعد الموت، وهل هناك حياة ما بعد الموت. يعني في أكثر من فقرة بيتحدث فيها عن هذا، بيطرح فيها هذا التساؤل، ولكنه في النهاية بيعود إلى إيمانه وإلى عقيدته، وبيقرر يعني حتى في قصائد أخرى بأنه مؤمن برب ومؤمن بحياة أخرى وما إلى ذلك. لو انتقلنا لروبرت براونينج الذي يعني من وجهة نظري لا يقل أهمية، وشعره لا يقل جمالا عن شعر ألفريد تينيسون. روبرت براونينج ولد في 1812، أي قبل بعد ميلاد تينيسون بثلاث سنوات. تينيسون ولد في 1809، براونينج ولد في 1812، وتوفي قبل وفاة تينيسون بثلاث سنوات. يعني ولد بعده بثلاث سنوات وتوفي قبله بثلاث سنوات. ولد في 1812 وتوفي في 1889. أول ديوان نشره في 1833 كان بعنوان بولين، ونشر عدة العديد من الدواوين. يعني في 35 نشر ديوان آخر، وفي 41 ونشر في 50 نشر العديد من الدواوين. ولكن يعني نذكر المحطات الرئيسية في حياته. من المحطات الرئيسية في حياته أنه تعرف على شاعرة شهيرة في ذلك الوقت اسمها إليزابيث باريت. كانت في ذلك الوقت كانت ملء السمع والبصر وشهيرة، وهو كان شاعرا مغمورا لم يكن مشهورا بعد، وكانت تكبره بست سنوات. يعني هو ولد في 1812، هي ولدت في 1806، وكانت معاقة. يعني كان لديها مرض فكانت معاقة، ورفض أبوها هذه الزيجة، أراد الزواج ورفض أبوها هذه الزيجة، فهرب إلى إيطاليا وتزوج هناك وعاش هناك، وأنجبت له ولدا حتى توفيت في 1861، ودفنت في مدافن البروتستانت هناك في إيطاليا طبقا للمقدمة لهذا الديوان لها، بروتستانت سيمتري، في مدافن البروتستانت هناك في فلورنس، في إيطاليا. وهذا الكتاب الذي بين يدي الآن اسمه أورورا لي. أورورا لي، وهي يعني هذا الديوان عبارة عن رواية مكتوبة نظما، فهي بتسمى نوفل إن فيرس أو فيرس نوفل. حقيقة يعني جميل قراءتها، لأنها مكتوبة بطريقة سهلة، كأنها بتحكي قصة، شبه أوتوبايوجرافي، بتحكي عن قصة شخصين، امرأة ورجل، كل واحد بيحكي عن حياته من خلال الشعر. يعني وكأن يعني في أثر هذه الشاعرة ظهر على روبرت براونينج. يعني هذا ما يبدو لي، يعني لأن الرواية ديت، هذه الرواية الشعرية نشرت سنة 56، نشرت 1856، هي ماتت في 1861، يعني نشرت قبل وفاتها بخمس سنوات. نجد أن أطول قصيدة كتبها روبرت براونينج كتبها هي نشرتها في 56، هو نشر قصيدته الطويلة بعدها ب 12 عام، يعني 56 و12 يبقى 68، نشرها في 68. وأيضا عبارة عن، يعني مش هقول رواية، إنما هي مقتبسة من قصة حقيقية هتحدث عنها دلوقتي. فاللي عايز أقول يعني كأن علاقتهم ببعض يعني تركت أثرها في طريقة كتابتهما للشعر. نقدر نقول أن روبرت براونينج تميز بهذه الخاصية اللي أنا ذكرتها في بداية المحاضرة، ألا وهي الدراماتيك مونولوج. الدراماتيك مونولوج اللي هو الصوت الأحادي الدرامي اللي بيستخدمه، بيستخدم بيرسونا معينة
يعني شاعر أو يستخدم أي شخصية، وعلى لسان هذه الشخصية يعبر عن آرائه ومشاعره وأفكاره وانتقاداته للمجتمع وأي شيء. وكان هو يؤمن بأن الشعر، اللغة في حد ذاتها سواء لغة الشعر أو لغة النثر، اللغة هي finite يعني محدودة، والتعبير عن الحقيقة أو التعبير عن الجمال هذا شيء infinite، هذا شيء مطلق. فمن المستحيل التعبير عن، أو من الصعب جدا التعبير عن المطلق بلغة محدودة. فكان هو في كل قصائده وأعماله يحاول أن يعبر عن المطلق في هذه اللغة المحدودة، وهذا ما كتبه يعني في رسائله. يعني كتب رسالة لجون راسكن الكاتب النثري الشهير اللي أنا تحدثت عنه في محاضرة أمس، يعني يعرض فيها هذا الرأي، إن الشعر يعني يستخدم لغة محدودة ولكنه يعبر عن تجربة قد تكون مطلقة وعن حقيقة قد تكون مطلقة، وهو هذا ما يحاول أن يعبر عنه في قصائده الغنائية وقصائد الحب اللي كتبها، وعن طريق استخدام هذه التقنية المسمى دراماتيك مونولوج. وهذه التقنية بقى أثرت تأثيرا كبيرا في الشعراء الذين جاءوا من بعده. يعني هو أبدع في استخدام هذه التقنية، والشعراء الذين أتوا من بعده استفادوا أيما استفادة من إتقانه لهذه التقنية. على سبيل المثال تي إس إليوت نجد استخدامه لهذه التقنية واضح جدا في قصائده الشهيرة، مستخدم فيها هذه التقنية بوضوح. لو تحدثنا عن أهم قصائد وأعمال روبرت براونينج، أشهر قصيدة له على الإطلاق هي قصيدة My Last Dukes. My Last Dukes يعني دوقيتي، دوكس يعني الدوقة، في ديوك وفي دوكس يعني هي الدوقة. My Last Dukes دوقتي الأخيرة أو الراحلة يعني. وممكن أخصص حلقة فيما بعد عن هذه القصيدة خصيصا، لأنها أشهر قصيدة له، واستخدم فيها تقنيات عديدة. اللي مع بعد نشر هذه القصيدة الكل أجمع أو لم يعد أحد يشك في قدراته الشعرية وقدرته على صياغة وصنعة الشعر. له العديد من قصائد الحب الجميلة جدا حقيقة، يعني زي ما بقول هو قصائده وقصائد تينيسون أيضا نجدها في كل أنثولوجي للشعر الإنجليزي. يعني وفي قصائد الحب دي بقى بيصف علاقته بإليزابيث باريت، يعني قصيدة مثلا تو إن ذا كامباجنا بيصف إنه جالس معاها في روضة وهذه لحظات الأنس يعني بينهما. وقصيدة أخرى إن أجندولا، دي قصائد دي كتبها في إيطاليا. يعني مش عاوز أقرأ اقتباسات عشان ما أخدش وقت كيرو، ما طولش في حجم المحاضرة، يكفي بس إن إحنا نعرف ناخد نبذة عن فكرة القصيدة، القصائد بتاعته. يعني من القصائد الأخرى أيضا القصائد الحب، يعني قصيدة اسمها بورفيريا سلافر، ده بورفيريا ده اسم البنت، وحبيبها كانت تذهب للقاء حبيبها من حين إلى آخر، وحين أحس أنها لن تكون له في لحظة جنون، يعني أصيب بالجنون ولم يتخيل أنه قد يفقدها، فأخذ وأمسك يعني بشعرها ولفه حول عنقها وخنقها ومات، ويعني وهي بين ذراعيه، هي ماتت وقضى الليل وهي بين ذراعيه وهو في منتهى السعادة أنها معه. فهو طبعا كان في حالة أصيب بلوث عقلية. يعني قصيدة أخرى اسمها The Statue and the Bust أيضا بتحكي عن عاشقين، ديوك اسمه فرديناند كان يمر بحصانه أمام نافذة حبيبته كل يوم، وهي تنظر له وهو ينظر لها بدون أن يكون لديهما الجرأة والشجاعة على التحدث، وتمر السنوات والسنوات وهم على هذه الحالة. يعني هذا الجبن والخوف
يعني حرمهما من الالتقاء. أهم قصائدي بقى، وطبعا اللي عايز يقوله في القصيدة أن احنا لابد أن ننتهز الفرصة من أجل سعادتنا، يعني لا يجب أن ندع الفرصة تمر من بين أيدينا دون أن يعني نستحوذ عليها. يعني أهم قصائدي My Last Dukes دي أيضا بتتحدث عن العلاقات الإنسانية، هي بتتحدث عن بطل القصة اللي بيحكي القصيدة. كان هو ديوك وزوجته الدوقة هي أيضا ماتت منذ سنوات، فهو على وشك أن يتزوج مرة أخرى. وفي القصيدة دي براونينج بيستخدم هذه التقنية الدراماتيك مونولوج، لأن الحوار كله أو الكلام كله على لسان البطل هذا الدوك بيتحدث عن زوجته التي توفيت. فحكاية القصة باختصار هو أن في شخص جاء لزيارة هذا الدوق الذي كان يريد الزواج من فتاة، فأبو الفتاة أرسل شخصا إنفوي مبعوثا، أرسل مبعوثا كي يتحدث مع هذا الدوق في المهر وتفاصيل الزواج، يعني كم سيدفع من المهر وما إلى ذلك. فالقصر بتاع الدوق مليء بالتحف واللوحات، فهو بياخده طالع بيه على السلم كده، بيفرجه على القطع الفنية واللوحات الفنية اللي موجودة في بيته. فهم طالعين على السلم، أشار إلى لوحة معلقة على الحائط وقال له إن دي الدوقة زوجتي الراحلة، وقعد يتحدث عنها وإنها كانت طيبة وكانت مرحة وكانت تضحك لأي شخص يلقي بنكتة أو يتحدث معها، وكانت وفي كل الكلام دوت. يعني بنكتشف بقى أنه مش بيمتدح زوجته هذه، إنما هو كان ناقما عليها إن هي كانت تضحك لأي شخص يتحدث معها بنفس الضحكة اللي هي تضحكها له. فيقول إزاي تضحك للآخرين نفس الضحكة اللي تضحكها ليا، إزاي تتعامل مع آخرين بهذا يعني بهذه الطريقة الذي ليس فيها تكلف، يعني ولا تراعي أني دوك ولي تاريخي ولي اسمي ولي عائلتي. فعندما ضاق ذرعا بها أمر بقتلها. فهو القصيدة بتحكي لنا هذه القصة، هو بيشرح بقى للقصيدة جميلة جدا، بس يعني أظن أنها تحتاج لحلقة كاملة لنقراها سطر سطر ونحلل فيها الجماليات اللي في القصيدة. وكأنه بيقول لهذا المبعوث يعني حذر الزوجة الجديدة، يعني لو يعني فعلت شيء أنا لا أرضى عنه، رغم أن القصيدة يعني لا تتحدث عن خيانة، ولكن يعني مجرد أنه رأى على سلوكها شيئا هو غير راض عنه يعني أغضبه، فأمر بقتلها. وكان يضع يعني ستارا على اللوحة، ولكن رفع هذا الستار خصيصا كي يحكي لهذا المبعوث عن هذه الزوجة القتيلة، وكانه يعني يرسل تحذيرا للزوجة الجديدة. القصيدة رائعة، ولكن أيضا يعني هي أيضا يعني براونينج بينتقد هذا الشخص، بيذكره على سبيل الانتقاد، لأنه بيتعامل مع زوجته على أنها تحفة فنية، مجرد تحفة فنية متعلقة زوجته اللي قتلها، يعني كأنها تحفة فنية مش أكتر، وكأنها من مقتنياته، مجرد تحفة فنية ضمن باقي التحف بيفرج هذا المبعوث على اللوحة، لوحتها صورتها يعني. ففيها امتهان للمرأة بشكل عام، ولكن هذه القصيدة هي أجمل يعني أشهر، خلينا نقول أشهر وأعمق ما كتب براونينج، ولكن هو في الحقيقة له قصائد كثيرة كثيرة جميلة. أطول قصيدة كتبها قصيدة اسمها The Ring and the Book. The Ring كتبها ونشرت في 1868 و69. وجد كتابا قديما وفيه قصة حقيقية عن مقتل زوجة، واحد شك في زوجته فقتلها،
وطبعا في تفاصيل كتيرة في القصة دي، مش مفيش داعي ندخل فيها يعني، مش هتهمنا في حاجة. ان هي يعني على سبيل المثال ان كان في اتنين رجل وامرأة فقراء، فهي كانت خايفة ان زوجها يموت ولا مفيش حد ينفق عليها، فتبنت بنت جميلة عشان البنت دي لما تكبر وتتزوج زوج البنت دي هو اللي يعولها. فالمهم يعني تزوجت من شخص اسمه جويدو، واكتشفوا بعد كده انه فقير واساء معاملته وذهب للعيش معه يعني. فالمهم وهي البنت نفسها لم تكن سعيدة معه وهربت من معه. في قصيص يعني في قص كاهن ساعدها على الهرب، هرب معه. فبطل هذا جويدو بقى يعني انتقم منها وقبض عليها وعلى هذا القص، نفى هذا القص، وهي يعني وضعها حبسها في عزلة في الدير يعني. وهجم عليها مع 4 أشخاص وقتلها، طعنها 22 طعنة. ودي قصة حقيقية كانت في المحاكم الإيطالية. وهو يعني كانت المسألة أنه هل يعدموا شخص يعني قتل زوجته بتهمة الخيانة أم لا؟ فكانت معضلة، ولكن المحكمة في النهاية قررت الحكم عليه بالإعدام، وحتى أنه قال أنه يعني له وظيفة في الكنيسة وله منصب يعني كنسي، فالمفروض أن يعفى. ولكن في النهاية البابا نفسه البوب رفض هذا الطلب وتم إعدامه. فالجديد بقى أن روبرت براونينج كتب هذه القصة على لسان 9 أشخاص مختلفين، على لسان هذا الجويدو، وعلى لسان البنت اللي اتطعنت، وعلى لسان الشخصين اللي هم تبنوها، وعلى لسان القاضي، وعلى لسان الشهود، وعلى لسان الناس اللي سمعت القصة كده من بعيد اللي عايز يقوله. وكل واحد طبعا حكى القصة بشكل مختلف خالص. فاللي عايز يقوله إن الحقيقة لها أوجه مختلفة، وأن الحقيقة يعني من الصعب إن احنا نعرفها لو نظرنا إلى وجه واحد فقط، وإن كل جانب سيتحدث عن الحقيقة بشكل مختلف. ده يذكرني برواية العائش في الحقيقة لنجيب محفوظ، اللي كان بيكلم فيها عن إخناتون لكن إخناتون لم يظهر في الرواية أبدا، إنما كل واحد كان بيتحدث عن إخناتون، وكل واحد أعطى وصفا وسيرة مختلفة لإخناتون. ففي النهاية ما نعرفش كل هذه الآراء المتناقضة، إخناتون ده كان شخصية كويسة أم شخصية غير جيدة. فالقصيدة دي أطول قصيدة هو كتبها، ودي بقى بعد نشر هذه القصيدة لم يعد هناك شك عند أي ناقد أو قارئ في أن روبرت براونينج لا يقل في المستوى الشعري عن تينيسون، بل انه تفوق عليه في هذا النوع من الكتابة اللي محتاج يعني. تينيسون ممكن يكون تفوق عليه في صنعة الشعر، انما روبرت براونينج تفوق عليه في هذه الدراماتيك مونولوج اللي ذكرته من شوية، وفي يعني تقصي النفس والغوص في اعماق النفس الإنسانية من الناحية السيكولوجية، خاصة أنه أيضا استخدم فيها تقنية الستريم اوف كونشسنس، السرد الوعي يعني. يعني لو اكتفينا بهذا القدر مع روبرت براونينج، وننقل بقى مباشرة على ماثيو أرنولد. يعني منذ صغره كان يتقن وكان يقرأ باللغة اللاتينية واليونانية والعبرية أيضا، ونشر في بداية أول ديوان ينشره في عام 1849 اسمه The Strayed Reveller and Other Poems. وفي عام 52 نشر يعني أعطيكم نبذة سريعة عن الدواوين ديت. يعني أول ديوان The Strayed Reveller يعني القصيدة أيضا 3 أشخاص يعني يقصون حكايتها، منهم واحد اسمه يوث. يوث هذا في جودس إلهة من آلهة اليونان ستجعله يعني لديه
موهبة الشعر عن طريق أنها تعطيه شيء يشربه، فبعد أن يشرب هذا الشيء يصبح في حالة حالمة ويبدأ في كتابة الشعر. عام 52 نشر قصيدة اسمها إمبيدوكليس أون إثنا. إمبيدوكليس دوت فيلسوف يوناني عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، وانتحر بأن قفز وألقى بنفسه من فوق جبل اسمه إثنا. فأرنولد أخذ هذه القصة وكتب عنها هذه القصيدة الدراماتيكية طويلة بهذا العنوان. ولكن هنا بيتحدث يعني أخذوا كمثال للإنسان في العصر أو في القرن التاسع عشر، وعن الصراع الذي يمر به الشاعر، وبيقصد هو نفسه يعني، بين حبه للشعر ورغبته في أن يظل شاعرا، وبين واجباته المدنية يعني كموظف كمدرس، كواجباته التي يجب عليه أن يقوم بها. في عام 53 نشر أيضا عدة قصائد أخرى، ولكن بعد ذلك تحول في الخمسينيات بقى تحول إلى الكتابة النثرية، ونشر كتابه اللي هو كالتشر أناركي اللي أنا تحدثت عنه بالأمس، واللي بيصنف فيه المجتمع الفيكتوري لثلاثة أصناف: الطبقة الأرستقراطية سماهم باربيريانز همج، والطبقة البرجوازية المتوسطة سماهم بأنهم فلسطين اللي هم الغير متحضرين غير مثقفين، وزي ما قلت المرة الحلقة أمس كلمة فلسطين هنا ملاش علاقة بفلسطين ولا بالشعب الفلسطيني، أنا شرحتها في حلقة أمس يعني بس بعيدة عشان إيه ما يحصلش لبس يعني. والطبقة الثالثة هي طبقة العمال الليبر الماس ليبر. من أهم القصائد التي كتبها ماثيو أرنولد يعني نستعرض قصيدتين نشرت في المجموعة الشعرية التي نشرها عام 1853. أول قصيدة اسمها دافر بيتش، يعني الشاطئ دافر، ده اسم الشاطئ دافر، ويعني قصيدة مكونة من 37 بيتا، ويتحدث فيها عن الأوقات السعيدة التي قضاها على هذا الشاطئ مع زوجتي. وفي هذه القصيدة وفي هذا الديوان عامة يعني في تأملات عن المجتمع الفيكتوري العصر الفيكتوري الذي كان يعيش فيه، وعن يعني هذه الطبقة المتوسطة طبقة البرجوازية التي لا هم لها سوى اكتناز المال يعني والنفع المادي. فهو ينتقد يعني هذه الطبقة وهذا الاتجاه، وأيضا يعني في مديتيشن وتأمل في الإيمان البشري إزاي كيف يصعد وينزل ويتأرجح. ففي تأمل في هذا الديوان بشكل عام عن أحوال المجتمع الفيكتوري. القصيدة الأخرى هي قصيدة اسمها في نفس المجموعة اسمها The Scholar Gypsy. The Scholar Gypsy بتتحدث عن طالب في العصر في القرن السابع عشر في جامعة أكسفورد، كان فقيرا ولذلك سيترك التعليم ويذهب للعيش مع مجموعة الغجر. The Scholar Gypsy يعني الغجري السكولر، الباحث الأكاديمي يعني سكولر، لأنه كان يظن أن هؤلاء الغجر باستطاعتهم التوصل إلى الحقيقة المطلقة وأن يكونوا على اتصال مباشر مع الحقيقة المطلقة والتعرف على الحقيقة الخبرة الإنسانية، فعاشرهم من أجل التوصل إلى هذه المعرفة، ورحل معهم من مرعى إلى مرعى من أجل البحث عن هذه المعرفة المطلقة. والقصيدة بتبدأ بقى بأن الشاعر ماثيو أرنولد نفسه بيسأل الراعي عن هذا السكولر، عن هذا الباحث الغجري الذي وينسى ويظل في المرعى منتظرا هذا الراعي كي يأتي ويخبره عنه، ويبدأ في تخيل هذا الغجري الباحث الأكاديمي الذي تحول إلى غجري وصاحب ورفق الغجر
يعني يتخيله في ملابس مهلهلة وما إلى ذلك، ولكن فجأة يعني يدرك أن هذا الشخص مات منذ أكثر من 100 عام، منذ أعوام وأعوام. يعني يقول هو إيه اللي خلاه يفكر أن هذا الشخص الطالب ما زال حيا؟ ليه الناس بتقول عليه أنه ما زال حيا؟ إيه يعني كلمة ما زال حيا دي، أو هذه الفكرة، هذه الإشاعة جت منين يعني؟ فهو يعني عايز يقول أنه ما زال حيا بروحه المغامرة، بروحه الباحثة عن المعرفة، لأنه ألقى خلف ظهره أي شيء مادي وسعى خلف المعرفة. وكأنه في يعني أيضا انتقاد للمجتمع في العصر الفيكتوري، المجتمع البرجوازي الذي كان لا يسعى إلا خلف المنفعة المادية. فهو ضرب لهم مثلا بهذا الشخص الذي خلف وراء ظهره الحياة ودراسته وصار مع الغجر سعيا للمعرفة الحقيقية كما كان يرى. يعني نكتفي بهذا القدر. أعتقد أن طولت يعني المحاضرة طالت شوية، ولكن نتمنى أن يكون فيها نفع. كده إحنا استعرضنا 3 شعراء، ألفريد تينيسون وروبرت براونينج وماثيو أرنولد. المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن الشعراء، الحركة الشعرية التي تسمى Pre-Raphaelite Poetry التي خرجت من الحركة الفنية اللي اسمها Pre-Raphaelite Brotherhood. سنتحدث عن هذه الحركة الفنية الشعرية. وحتى ذلك الحين دمتم بخير، ونراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.